انتي خايلة الكدابة دي. أنا هنستناك البيت رايح في حارة على بيت كبير. أنا هنفوت عليك وأني رايحة زنقة اليهود. هنروح نشتري شوية خيط وكلف للهدوم بعد ما نخلص غسيل ونشر. طب ما تتأخريش. طب يا أختي قولي لها أني مش هنتأخروا عليك، هنفوتوا عليكي بعد شوية. ماشي يا أختي. عربي؟ ايه يا عربي عملت ايه؟ سبع ولا ضب؟ جاية بس انا عايزك ترصديها وراح اسوق البصمة في زنقة اليهود وتسجديها. لو انت مش مالي ايدك منها ولا ايه؟ حاسس برضو انها عايزة تزوغ. خلاص بقى ما تسيبوها بدل ما تجرسنا وتودينا في داهية كلنا. تخافيش احنا مرتبين كل حاجة. رايا المهم تعملي اللي قلتلك عليه وتسحبيه على هناك. الجماعة فين؟ جو بيت يا بديع. انت يا بيت فين؟ الجاد 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 نازله نازله. في ايه يا بيت؟ امي بتقولك تعالي عشان عربي عايز يشوفك. طب يا اختي قولي لها اني هنروحوا الزنقه وهنفوتوا عليها واني راجع. ماليش دعوه، انت عايزه عم عربي يضربني؟ ما تتكدمي يا بيت. هما فين؟ المطرح التاني. طب يا اختي تعالي اما نشوفوا ايه الحكايه. اني عارفه مسروع عليا كده ليه قدامي. أشرقت الأنوار واستبهجت حلقاتها. حلاوة ولطافة وصلت. العوافة عليكم. يعافيكي يا حبيبتي، تعالي عودي. معلش بقى ملحقتش نغير الجلابية اللي كنا لابسينها، جيت لكم بجلابية البيت. يعني كويس انك ملحقتيش، ده كده حلو قوي. خدي يا اختي خدي انت هو ورا ظهرك عشان الرطوبة. خدي سلام. بلاش سكينة. خدي هاتلنا فيسكة نبيت وأكل ورسم كنياك مخصوص عشان نازلة بتحب تشرب منه. لا معلش شوف حد غيري، أنا ما نقدرش نمشي على رجلي كتير. هات نقوم ونجي. هات ما تاخد إيدي يا راجل مش شايفني شايلة. أهو قوم. أهلك أهلك يا شايلة. ما تعوقيش يا رايا. تنسيش الكنياك. عيني خد يا بيت. النبي لا تديني الموس. يلا امشي يا بيت، امشي على البيت يلا، امشي انا جاي وراك انجار. تاكل يا ابو عيال، انت لازم تتقوى. لو لسه قدامك شغل ياما. اصلا نازله ماسك شغل كتير يا اخويا. يديله العافيه، زي ابو عيال قدها وقدود. الله 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 يا نازله، انت عينك زغت على عبد العال ولا ايه؟ ابلك شويه فشر يا اخويا، اني ما نخونش صاحبتي ابدا. اصيله يا نازله مش زي غيرك، ما تخونش العيش والمال. يعني بقى لازم نقوم الغسيل منشور ولازم نلموه يا اخويا. يا شيخ عودي خدي لي الكاس تاني. يا روح.
تاني مش هنقدر نستحمل طولها الروح ده. الوليه عماله ترفض زي الباغل في الرجاله مش قادرين عليها. نخرب بيتها بتتحلهم بحاجه تقرف. واحنا ايه اللي جابرنا على كده؟ ماني قلت لك سيبينا من العباره دي، واللي عايز منهم يقتل يقتل، هو حر في روحه. طب وعبد العال؟ عبد العال جاي غصب، واني متاكده انه مش هيوافق لو ركبوا دماغهم عشان يقتلوا حد تاني. مش هيسيبوه، وافق ولا ما وافقش مش هيسيبوه. هو ايه؟ غصب ولا تحكمة رأي؟ يحق لهم، خايفين لحد منكم يتكلم. احنا قلنا محدش فينا هيتنيل ويفتح حقنكم. تحبوا نبصملكم على كده؟ طيعه